فضيلة الشيخ عطية، نعرف جميعا أن الإسراف بصفة عامة مذموم شرعا، والإسراف في الماء أعتقد أنه مذموم كذلك، فمتى أعد مسرفا كمسلم في استعمال الماء للغسل أو الوضوء؟ من المعلوم أنه من السنة في الوضوء والغسل أن يكون 3 مرات حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسله، مع العناية بالأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النظافة. وما زاد على المرات 3 التي عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه بالنصوص العامة المعروفة، ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك. فقد جاء في كتاب كشف الغمة للشعراني حديث يقول: لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار. وحديث: لا تسرف، قيل: يا رسول الله، وفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وفي كل شيء إسراف. رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث: لا تسرف، رواه ابن ماجه عن ابن عمر. وجاء في المغني لابن قدامة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا يقال له والهان، فاتقوا وسواس الماء. رواه أحمد وابن ماجه هذا. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو 3 مرات يعد إسرافا، وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا. أما الماء الموقوف على من يتطهر ومنه ماء المرافق العامة فإن الزيادة فيه على 3 حرام لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه 3 وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على 3 أن يأثم. فقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. والله أعلم.